إلى العراق، حيث أعلنت رئاسة مجلس الوزراء العراقي عن اجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوس اليوم بحضور رؤساء وممثلي الكتل السياسية لمناقشة قانوني الانتخابات والمفوضية. ويأتي الاجتماع قبل جلسة البرلمان المقررة غدا لطرح قانوني المفوضية والانتخابات للنقاش قبل التصويت عليهما داخل قبة البرلمان. ذلك يأتي بينما قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية إنه تم رصد وجود موقوفين من طلاب جامعات وموظفين بعد زيارة أحد المواقع التابعة لاستخبارات بغداد. وأوضحت المفوضية أن هؤلاء موقوفون على خلفية التظاهرات، وطالبت مجلس القضاء الأعلى بالإسراع في حسم قضاياهم جميعا. هذا ويشهد العراق منذ أكتوبر الماضي احتجاجات مناهضة للحكومة في مدن مختلفة أدت إلى مقتل المئات وجرح الآلاف، كما اعتقل العديد من المحتجين. من العاصمة العراقية بغداد ينضم إلينا دكتور أحمد عدنان أستاذ العلوم السياسية. دكتور أحمد، أرحب بك على إكسترا نيوز ومساء الخير. وغدا ربما سوف يتم مناقشة قانوني المفوضية وقانوني الانتخابات البرلمانية بعد يوم واحد من قبول مجلس النواب لاستقالة حكومة عادل عبد المهدي. هل كل هذه الخطوات من شأنها أن تهدئ المتظاهرين في الشوارع الذين لا زالوا يطالبون ويرفعون المطالب منذ 25 أكتوبر الماضي؟ نعم، شكرا لكم. كل المؤشرات حقيقة لا تدل على أن هناك حالة من الاطمئنان أو من التناقص أو تقلص زخ التظاهرات في بغداد. بالعكس، بعد استقالة السيد عادل عبد المهدي وقبول مجلس النواب لهذه الاستقالة كان هناك زخم احتجاجي أقوى في بغداد وبعض المحافظات، منها محافظة ذي قاره ومحافظة النجف. و ما يدار حول انه سيتم تشريع قانون انتخابات جديد وقانون المفوضيه، اذا كان الصيغه التي تم ارسالها من قبل الوزراء قبل ايام الى البرلمان، بمعنى يكون هناك تمثيل نسبي بنسبه 50% الى الاحزاب و 50% حسب القوائم الفرديه لاعلى الاصوات، نعم، هذا سيكون حقيقة مرفوض من الناحية الاجتماعية وأيضا السياسية. يكون ماذا مرفوض؟ اجتماعي المتظاهرين مرفوض، نعم، لأنه حقيقة هناك رفض كامل لأي تمثيل نسبي في قوانين الانتخاب، قانون الانتخابات المقترح وفي مشروع القانون. نعم، إذا كان هذا القانون يتحدث عن أعلى الأصوات للجميع دون أن يحدد نسب معينة للأحزاب ونسب للمستقلين، قد يكون مقبولا وقد يكون بشكل او باخر على تخفيف الزخم الاحتجاجي. قانون المفوضيه، نعم، هناك ايجابيات في هذا القانون خاصه فيما يتعلق ب طيب، يعني قبل ان نتطرق دكتور احمد عن قانون المفوضيه، دعنا نعود مره اخرى الى قانون الانتخابات البرلمانيه. هل من مشروع قانون اخر من قبل المتظاهرين او النخبه السياسيه والثقافيه في العراق تقدم لمجلس النواب بالتوازي مع القانون الذي قدمته الحكومه المستقيله؟ نعم، حقيقة هناك قانون كتب من قبل مجموعة من الأساتذة، وأنا كنت ضمن هؤلاء. يعني هناك 12 شخصية اجتمعنا في بغداد، تعاوننا مع رئاسة الجمهورية برعاية الدكتور برهان صالح لكتابة قانون متجرد من أي شخصية سياسية لهذا المشروع. هل نفهم من ذلك ان هناك قانون يتبناه رئيس الجمهوريه وقانون اخر يتبناه او تتبناه الحكومه المستقيله؟ نعم نعم، هناك قانونين وهذان قانون سوف يعرضان غدا رئاسة الجمهوريه. قانون رئاسة الجمهوريه، لان كنت عضوا فيه، يعني اخترنا النظام الانتخابي القائم على اساس هناك اقضيه دوائر متعدده في المحافظه على مستوى الاقضيه. يعني كل محافظة كأن تكون النجف 12 مقعد تقسم إلى 12 دائرة أو قضاء، بمعنى لكل دائرة نائب، في حين وأيضا لأعلى الأصوات دون أن يكون هناك تمثيل حزبي للأحزاب. في حين أرسلنا هذا القانون إلى رئاسة مجلس الوزراء تم رفضه واعتماد مبدأ النظام المختلط الذي يعمل على 50% للأحزاب نسبيا على وفق قانون سانت ليجو و 50% لأعلى الأصوات، و جعل العراق 18 دائرة، بمعنى لا يوجد هناك تخفيف للدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة. وهذا طبعا مرفوض، وأعتقد
المتظاهرين وكل المواطنين يؤيدون مقترح القانون اللي تبناه رئاسة الجمهورية. نعم. لماذا لا تذهب لماذا لم تذهبون قد يكون أفضل. نعم. لماذا لم تذهبون مباشرة إلى مجلس النواب أو إلى أعضاء مجلس النواب لطرح هذا القانون، بما أننا حاليا في ظرف استثنائي وربما في الظروف الاستثنائية لا يجب أن نسير المسار القانوني لتوصيل الآراء أو وجهات النظر أو الأفكار الجديدة؟ أعتقد سيتم ذلك الآن بعد ما يرفض يعني القانون تم رفضه شعبيا ومن ناحية الاحتجاجات. يوم غد سننتظر مجلس النواب، والآن وصل قانون حقيقة حول إلى مجلس النواب بشكل مباشر. نعم. من الحكومة السيد مستشار رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب. سنرى يوم غد ماذا سيكون في يعني أجندة رئاسة البرلمان، هل سيتم عرض القانون رئاسة الجمهورية أم الحكومة، أم سيكون هناك قانون آخر قد تكون هناك جهات طيب. قدمت مشروعات القوانين. ولكن أعتقد اللجنة القانونية النيابية يقع على عاتقها عملية يعني اختيار الأفضل ومحاولة تطوير أي قانون. طيب. حتى نفهم الاختلاف بينهما، أنا كأستاذ ومستقل أرى بأن القانون الذي قدم في رئاسة الجمهورية يلبي إلى حد كبير مطالب المتظاهرين. هل القانون الذي قدم من خلال رئاسة الجمهورية هل هو يخفف من سيطرة الأحزاب على المشهد السياسي؟ نعم بشكل كبير جدا. طيب إذا كان هذا القانون، إذا كان فلسفة هذا القانون هو تخفيف حدة الأحزاب أو وجود الأحزاب في المشهد السياسي، كيف تتوقع أن يتم ربما إقرار هذا القانون في ظل أن اليوم جاء من بغداد أن هناك أو رئاسة مجلس الوزراء العراقي أعلنت عن اجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب والكتل السياسية، هل تتوقع أن توافق الكتل السياسية على هذا القانون الذي قدم بالأساس للتخفيف من وجود الأحزاب السياسية والكتل السياسية في العراق؟ أنا أعتقد يعني هم الآن في حيرة تبني قانون الحكومة المرفوض، وفي حيرة تبني قانون رئاسة الجمهورية الذي سيقضي على وجودهم بصراحة. ولذلك أظن أنهم سيبحثون عن مخارج قانونية معينة تبقي وجودهم السياسي إلى حد ما، أو قد يعملون على عملية كسر النصاب أو محاولة تسويق المماطلة في عملية تشريع هذا القانون. سنعود لمربع المربع الأول أو مربع الصفر، واللعب على عامل الزمن من أجل حماية تشريع هذا القانون لحين انتهاء الاحتجاجات. يعولون حقيقة أنه دار ما تم تشكيل حكومة ومستقلة يعني تخفف إلى حد كبير من الاحتقان في الشارع، قد يعطي فرصة كبيرة إلى أما تأجيل هذا القانون أو تمرير قانون يعني يوازن بين مصالحهم ومصالح الشارع. بالنسبة للقانون المفوضية، نعم قانون المفوضية، نعم يعني حتى اللي تبنته الحكومة هو مطابق 90% لقانون رئاسة الجمهورية، وفيه حقيقة إيجابيات كبيرة، ومنها أن يكون هناك استغلال تام لأعضاء مجلس المفوضين، وخاصة اقترحنا بأن يكون حقيقة قضاة ثلاثة من مجلس يتم انتدابهم من مجلس القضاء الأعلى، وأيضا من أساتذة القانون الدستوري والعلوم السياسية والمعلومات، وأيضا من نقابة المحامين. وحقيقة أبعدنا أي تأثير سياسي، ويكون حقيقة ترشيح بشكل مباشر ومفتوح من قبل الجهات المعنية، يعني مجلس القضاء هو يرشح ثلاثة أفضل ثلاثة، نعم الجامعات ترشح أفضل أستاذين، نقابة المقامين ترشح. نعم. وبالتالي هذا القانون مشروع القانون الخاص بالمفوضية ليس عليه خلاف كبير بين القوى السياسية وبين النخبة وبين المتظاهرين، وربما يتم التوصل إلى نقاط تلاقي كثيرة واتمات كثيرة. أخيرا يا دكتور أحمد، بعد استقالة الحكومة وكونها الآن حكومة تصريف أعمال، هل وجود هذه الحكومة في هذا الموقع وتحت هذا المسمى بما أنها حكومة تصريف أعمال سوف يزيد من زخم الشارع ضد هذه الحكومة؟ أكيد طبعا، أنا كنت أتوقع أنه السيد رئيس الوزراء يقدم استقالته بعنوان خلو منصب وليس تصريف أعمال، ولكن يعلم بأن من يأتي بعده قد لا يرحمه، ولهذا تمسكوا بقضية تصريف الأعمال لكي حقيقة يرتبون أوضاعهم وامتيازاتهم. نعم، وربما أيضا خوفا من فراغ عامل الزمن، خوفا من فراغ سياسي وتغيرات فراغ دستوري وطارئة تطيل من بقائهم، خاصة إذا عجزت القوى السياسية عن إيجاد بديل.
الدكتور احمد عدنان استاذ العلوم السياسيه، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله. حدثتنا من العاصمه العراقيه بغداد حول كل التطورات المتعلقه بما يحدث في الشارع العراقي وايضا بين القوى السياسيه والحكومه والبرلمان والرئاسه ايضا العراقيه.